مجسمات ومصغرات تحاكي حضارات العراق والعصور السومرية والبابلية والأشورية، فكرة جاءت للنحات الشاب علاء ضياء من خلال زيارته إلى الأهوار وإنشاء مشروعه الذي كان يحلم به منذ الطفولة. بداية فكرة المشروع جاتني من خلال زيارة مدينة الأهوار اللي أهوار تشبايش، وجاتني من خلال أطلع على الآثار العراقية، من خلال أطلع على الكتب. فبديت يعني الأعمال النحتية، أعمال هاند ميد، صناعات يدوية، وبديت أشارك مثلا بالبازارات أو المعارض اللي تصير بالمدارس. فالأعمال ما تتحاكي العصور السومرية، العصر السومري، سواء العصور السومرية الثلاثة الأولى والعصور الحضارات الآشورية وغير البابلية، فمثل ما تقول العصور العباسية أيضا همينة. فمثل ما تقول الأعمال كلها متقاربة، اقتصاص على التاريخ فقط. وبدأ الشاب علاء ضياء ترويج بضاعته الخاصة من المنحوتات والمجسمات الصغيرة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة به، وكذلك مشاركته في البازارات الخيرية التي تقام داخل المحافظة لتلتفت إليه الأمم المتحدة بالدعم المادي بعد أن دارت جهات رسمية وجهها عنه. سحب المواد يعني أو المبيع القطعي يتم من خلال البيج، أو يعني أنا عندي بيج إلكتروني بس، أو من خلال الرابط الإلكتروني يعني على موقع التواصل الاجتماعي. غيرها أكو محلات تجارية تأخذ من عندي الأعمال مالتنا، لأن حقيقة ما أقدر أنافس البضاعة الصينية، البضاعة الصينية تكون أرخص بهواية، فالناس ما تحب إنه تقتني شيء مثل ما تقول جودة كواليتي عالي، يردون شيء بسيط شيء مثل ما تقول رخيص. طبعا ما أي دعم حكومي ما توجه لنا، ولا على الأعمال التراثية ولا على تقديم أي معونة. كل الأعمال اللي تشوفوها تمت من خلال دعمي من خلال وكالة الأمم المتحدة اللي هي وكالة الهجرة الدولية. ويواصل الشاب على عمله في هذه الورشة المتواضعة والتي لم يجد فيها أي دعم حكومي لغاية اللحظة، رغم نجاحاته الكبيرة التي حققها في صناعة القوالب والمجسمات ووصولها إلى مناطق كثيرة داخل العراق وخارجه. من ذي قار نور السعيدي، وان نيوز.